اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين ومع حلقه جديده من حلقات برنامجنا محور اهتمام. الست دايما مظلومه، وده الشائع دايما عندنا في مجتمعنا، ولو مش كانت مظلومه ما كانش اتعمل لها قانون خاص بيها وبابنائها وسريع التنفيذ. دايما بنتكلم عن الحركات اللي بتحصل من الازواج بخصوص الغدر، بقى المشاكل الزوجيه العنيفه مثلا، اللي يرميها بره البيت ويقفل الباب ويغير الكوالين وما يهموش ايه اللي يحصل معاها او مع اولادها اللي هو اولاده طبعا. بس النهارده موضوعنا هيختلف اختلاف 180 درجه. مش دايما بنبص للجانب اللي هو واضح وضوح الشمس، خلينا نبص شويه للجانب المظلم. النهارده هنتكلم عن تمكين الزوج من مسكن الزوجيه. ما احيانا برضو في ست ممكن ان هي تخلي جوزها بره وتقول له ممنوع الدخول وخلاص انت بره، وريني هتعمل ايه. ساعتها وقت الصدمه او وقت وقوع الحدث ما بيبقاش الواحد مركز ولا عقله مستوعب ايه اللي حصل ده. لو ست بتبقى عارفه طريقها المحكمه والمحامين والدنيا ماشيه ازاي. طب لو راجل عارف ان كده كده القانون مع المراه ومع الزوجه والاولاد، يعني هو كده كده بره القصه دي كلها، طب ساعتها ممكن يعمل ايه؟ النهارده هنستضيف الاستاذه المحاميه هند النوبي، محاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله ومتخصصه في قضايا الاسره ورئيسه لجنه القيم والشؤون القانونيه بالائتلاف المساهمه المصريه لحقوق الانسان وحمايه المستهلك. استاذه هند اهلا بيكي، وبجد احنا سعداء جدا ان احنا اتشرفنا بيكي النهارده وقدرتي تفضي من وقتك وتيجي. طبعا الموضوع ده موضوع شائك، او بمعنى اصح موضوع مثير شويه ايه للاهتمام. انا اما عملت تمويل الحلقه بتمكين الزوج من مسكن الزوجيه، اسئله كتير قوي قوي جات لي على الصفحه، فكله عايز يعرف طب يعني هو فعلا الزوج ليه حق ان هو يتمكن من شقه الزوجيه؟ يعني هو فعلا الزوج لو اتطرد مش خلاص على بيت ماما وشكرا على كده، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ احنا دلوقتي عايزين نعرف من حق الزوج فعلا ان هو يطالب ان هو يتمكن من مسكن الزوجيه زي الزوجه ما بتعمل كده ولا لا؟ وهل ده العلاقه الزوجيه قائمه ولا لو في اي حاجه تانية غير العلاقه وقت العلاقه الزوجيه؟ حضرتك تقدري توضح لنا ده بقى وبراحتك خالص، احنا مش عاوزين نتكلم حتى باللغه العربيه انت متمكنه فيها انا عارفه، بس انا عايزه اوصل للمشاهدين بابسط طريقه اكن يعني ايه اكن حد من عندهم البيت اللي بيتكلم، فحضرتك تتكلمي براحتك خالص واحنا معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيده ان انا موجوده معاكم النهارده وسعدت وتشرفت بوجودي معاكي. هنتكلم النهارده عن حق الزوج في تمكين المسكن الزوجيه. كتير من الازواج وفي كتير من الزوجات دايما مدخلين دماغ الرجاله الشقه من حق الزوجه، فتبص تلاقي لو في مشكله حصلت او في بعض الخلافات حصلت الزوجه دايما بتقوم عامله محضر بعدم التعرض، وساعات بتقوم مغيره الكالون ومالكش حاجه عنده ومش مش هتدخل الشقه. بالظبط صح. وفي على فكره حالات زي كده كتير، انا تعرضت لمواقف زي كده كتير عندي في المكتب. في رجاله عندي بييجوا يقولوا احنا مش عارفين ندخل الشقه. بالفعل بتبقى زوجاتهم طردتهم من منزل الزوجيه وغيرت الكالون وما قالهمش ان هم يدخلوا مسكن الزوجيه. طب في الحاله دي هم هيعملوا ايه؟ او هم من حقهم ان هم يدخلوا مسكن الزوجيه او لا؟ او من حقهم التمكين مسكن الزوجيه او لا؟ فاحنا بنقول لهم من حقكم انه تمكين مسكن الزوجيه اثناء وجود العلاقه الزوجيه، يعني طالما العلاقه وهي على ذمته تمام. اثناء وجود العلاقه الزوجيه قائمه بتكون التمكين مسكن الزوجيه بالمشاركه، يعني من حق الزوجه ومن حق الزوج. من حقهم هما الاثنين يكونوا في منزل الزوجية. طيب العلاقة الزوجية انتهت والزوجة أخذت تمكين من منزل الزوجية منفرد. غالبا لما بتكون الزوجة انفصلت من حقها برضه انها تمكن من مسكن الزوجية، بس بيكون ساعتها التمكين منفرد من غير الزوجة. طب الحالات دي بيحصل ده في وقوع انفصال. قبل الانفصال مش من حقها ان هي تنفرد بالمنزل الزوجي، مش من حقها اصلا تعمل الحركه اللي عملتها دي انها تطرد بره البيت وتقفل البيت. من حقه ان هو يتمكن مسكن الزوجيه ويكون مسكن الزوجيه للزوج وللزوجه للاثنين مشتركين مع بعض بمنزل الزوجيه. فهو ساعتها بيتجه للاجراءات اللي هنقولها بعد كده، بياخد الاجراءات اللازمه وبيتمكن مسكن الزوجيه وبيكون مسكن الزوجيه من حقهم هما الاثنين. طب تم الانفصال وما بينهم هما الاثنين والزوجه اخذت تمكين مسكن الزوجيه بس منفرد، ساعتها الزوج مش من حقه
التواجد في مسكن الزوجيه. بس امتى من حقه ان هو يسترد منزل الزوجيه؟ بيكون عن طريق رفع دعوى استرداد منزل الزوجيه في بعض الحالات. اول حاله هي انتهاء سن الحضانه، يعني انتهاء سن الحضانه منتهي عند سن 15 سنه. لو سن الحضانه انتهى فهو من حقه ان يسترد منزل الزوجيه تاني، وبياخد منزل الزوجيه وتكون هي خلاص حضانتها انتهت، وبيكون الحضانه من حقه والمسكن الزوجيه من حقه. بينتهي 15 سنه للصبيان والبنات ولا سن الحضانه للبنت والولد 15 سنه. تمام. فبينتهي خلاص هو بيسترد منزل الزوجيه، وساعتها هم بيعيشوا معاه بقى لو هم حابين هم يعيشوا معاه. تمام. طب ايه الحاله الثانيه؟ لسه الصغار ما انتهوش سن الحضانه او ما جابوش سن الحضانه، انتهاء سن الحضانه بس سقطت الحضانه. طب بتسقط ازاي سن الحضانه او بتسقط ازاي الحضانه والاطفال لسه صغار؟ بتسقط عند زواج الام. يعني كتير بيبقى الام اخذت منزل الزوجيه وتمكنت مسكن الزوجيه والعيال والصغار من حقها، فبتكون هي متخيله ان هي كده خلاص ملكت الشقه وان هي من حقها مسكن الزوجيه وممكن تتزوج تاني. في حاله لو هي تزوجت تاني تمام، فهي من حقه ان هو بتسقط من عليها طبعا الحضانه بزواجها، فمن حقه ساعتها ان هو يسترد منزل الزوجيه برضو لان هي كده خلاص سقطت من عليها الحضانه. تمام. الحاله الثالثه اللي هي بيكون برضو بيسقط من عليها سن الحضانه لو هم في حاله الانفصال، في حاله الطلاق ساعات من زوجات كتير بتختار ان هي بترفع دعوى اجر مسكن. هي مش من حقها انها تجمع ما بين اجر المسكن ومسكن الزوجيه، فهي من حقها اختيار حاجه من الحاجتين. ففي حاله لو هي اختارت اجر المسكن فهو من حقه ساعتها برضو يرفع دعوى باسترداد منزل الزوجيه بناء على انها طلبت اجر مسكن، بيسقط من عليها حق المسكن الزوجيه. رقم أربعة، لو الزوج حضر مسكن بديل للزوجة وده ليه شروط برضو معينة هنقولها في الآخر، بيكون برضو من حقه ان هو يسترد منزل الزوجية. تمام. طيب في سؤال بقى اللي هو ايه الشائع، او مش سؤال هو حاجة زي وضع ثابت عندنا كلنا، ان الشقة من حق الزوجة. مفيش كلمة غير كده خالص، احنا عارفين ان الشقة من حق الزوجة. هل فعلا الشقة من حق الزوجة؟ احنا عايزين نوضح للسادة المشاهدين إجابة السؤال ده يعني بتمعن بقى، فاهماني حضرتك؟ واستعيلي قوي 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 الوضوح في السؤال ده، إن دايما دايما يعني ما بين قوسين كده، إن مجرد ما حصل أي مشاكل زوجية أو انفصال أو أي حاجة خلاص كده كده ملوش حق في أي حاجة غير إن هو بره البيت من الآخر يعني. فقولي لي بقى، الشقة من حق الزوجة؟ لا، هي الشقة من حق الزوجة ده وقت مؤقت، يعني هو دايما بيبقى أمر وقتي بيصدر من المحامي العام، بينتهي هذا الامر بانتهاء سن الحضانه او بانتهاء الحضانه، سواء بقى احنا قلنا سن الحضانه او سقوط الحضانه عشان خاطر تزوجت او اي حاله من الحالات اللي احنا قلناها دلوقتي حاليا. لو انتهى تغيرت الظروف وانتهت الحضانه فهو ساعتها بيكونش شقه من حقها. دي لكن لو هو فهو امر مؤقت، هو امر مؤقت بيطلع بيكون الشقه من حقها في حاله لو هي حاضنه. لو العلاقه الزوجيه قائمه بتكون الشقه احنا قلنا بتبقى من حقهم هما الاثنين، الزوج والزوجه والصغار، بتبقى الشقه من حقها ساعتها في حاله وجود العلاقه الزوجيه قائمه ومعاها صغار وهي حاضنه. يعني كده الشقه مش من حقها الا ما لا نهايه. لا 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 خالص، تماما خالص. تمام. هي بتبقى مؤقتا اللي هي فتره حضانه الصغار. تمام. تمام. هي يعتبر بتبقى الشقه من حق الصغار بمعنى ادق عشان نبقى فاهمين، هي بتبقى حاضنه للصغار. بالظبط. هي بتبقى حاضنه للصغار، فهي الشقه بتبقى من حق الصغار عشان هي بتبقى حاضنه، ضم ليها طبعا امر مؤقت وليست مدى الحياه، وليست الشقه من حق الزوجه فهي تقدر ان هي تتصرف فيها او تبيعها او تتصرف فيها زي ما هي تحب. لا طبعا، هي بتبقى طالما هي ملك للزوج فهي بتبقى حائزه للشقه ديت لغايه انتهاء سن الحضانه او انتهاء فتره الحضانه او بسكوت الحضانه. تمام. تمام. طيب بخصوص بقى احنا دلوقتي قلنا الزوج لو عايز يتمكن من الشقه او الزوجه عايزه تتمكن من الشقه، السؤال ده للطرفين يعني، ايه الاجراءات والخطوات اللي المفروض يمشوا عليها عشان يتمكنوا من شقه الزوجيه؟ دايما بنلاقي مثلا في مثلا محاميين يقولوا مثلا للموكل اعملها بس التوكيل ومالكش دعوه انت باي حاجه ما تسالش. طب وساعات تلاقي الدنيا وسعت والوقت عدى وعدى وقت كبير جدا، اصل معنى ان حد يتقفل باب البيت عليه مثلا وهو بره ويطرد، ده معناه انه عايز يدخل بيته في ساعتها اصلا، لان الموضوع عنصر مفاجاه.
فاحنا عايزين نعرف بقى بالظبط ايه الاجراءات اللي بنتخذها في الموضوع دوت، وكمان وقته قد ايه، من قد يعني مثلا شهر اتنين تلاته سنه، احنا عايزين برضو نعرف الوقت المسموح بيه قد ايه، عشان لو في حد بيماطل في حاجات زي كده يبقى على الاقل الموكل عنده نظره وعنده رؤيه ان هو يشوف الموضوع من بعيد. فانت ده توضح لنا الخطوات بالظبط والاجراءات اللي اي حد سواء زوج او زوجه حصل لهم الاذى دوت يمشوا عليها ازاي او يعملوا ايه. طبعا اول خطوه بناخدها عند الزوجه، طبعا لو اتفاجئت ان الكالون اتغير وان هي اتطردت من منزل الزوجيه او الزوج ايا كان بقى، هو اول خطوه بتعمليها بتروحي تعملي محضر في قسم الشرطه بطردك من منزل الزوجيه وبطلب تمكينك من منزل الزوجيه. المحضر ده غالبا 90% دايما بيتحفظ. يعني ايه تحفظ؟ عشان بس الناس هو قرار حفظ بحفظ المحضر. تمام طبعا انت بتكوني متظلمه من هذا القرار، فبتروحي بتعملي تظلم للمحامي العام، بتطلبي التظلم من قرار من هذا الحفظ، انت متظلمه من قرار الحفظ، بتعمل التظلم ده بتقدميه عند المحامي العام، بتروحي بعد كده بتتابعي بتشوفي ايه اللي تم فيه. لما بتروحي بتتابعي هو بيديكي رقم تظلم، بتروحي بتاخدي الرقم ده بتتابعي بيه بتشوفي ايه اللي تم. بعد كده بيرجع للنيابه تاني وبينزل معينة وبتنزل تحريات، بتنزل تحريات وبيسألوا الزوج برضو، وبينزلوا يسألوا الجيران يشوفوا إذا كنت أنت فعلا ده مسكن الزوجية بالفعل ولا لأ، ده المسكن أنت كنت قائمة فيه أنت والصغار ولا لأ، وإذا كان هو المكان ده ملك للزوج أو مش ملك للزوج. أو في حاجة عايزين ننبه ليها، لو الشقة كانت مثلا في بيت عيلة فهي ملك لباباه بس أنت متزوجة فيها فهي من حقك. تمام. من حقك ان انت تتمكني عليها عشان حاضنه برضه. حاضنه. تمام. سواء ايجار، سواء ايجار قديم، سواء ايجار جديد، سواء تمليك، سواء مثلا كنت قاعده فيها عشان خاطر هي بتاعه والده، كانت في بيت عيله ايا كان بقى. هي التحريات بتيجي بتقول ان انت دي مسكن الزوجيه اللي انت تزوجتي فيها وعايشه فيها طول الفتره ديت، فانت من حقك ساعتها التمكين مسكن زوجيه، بيطلع لك قرار بالتمكين، وعند صدور القرار بالتمكين مسكن الزوجيه بتروحي للمحترين التنفيذ بتحدد لك ميعاد بتروحوا تنفذي في على الشقه، بتروحي هو المحضر بيروح بيخبط، لو الباب اتفتح له تمام بتستلمي الشقه ومن حقك انت تتمكني من منزل كده. طب في حاله لو هو راح ما لقاش مسكن الزوجيه مفتوح او حد يفتح له او لقى المسكن مغلق، اللي بيتم طبعا هو مش من حقه الكسر في وقتها، لازم يرجع تاني وياخد تاشيره بالامر الكسر، وبيرجع بعد كده بيكسر لك الباب وبيدخلك وبيسلمك مسكن الزوجيه. ده بالنسبه للاجراءات مسكن زوجي. طب احنا بنقول في ساعات هو بياخد وقت قد ايه؟ بياخد وقت. في عطلة بتيجي من مين؟ انا عايزه افهم الحته دي، دايما بقى في ساعات كده حاجات مش مفهومه. بس العطله ساعات بتختلف من وقت لوقت او من مكان لمكان، او بتختلف برده من نيابه لنيابه، يعني ممكن تكون في نيابه فيها ضغط شغل اكتر من نيابه فيها العدد قليل، دي حاجه بتختلف. مثلا ممكن نكون من موظف لموظف، ساعات ممكن الموظف يعني مثلا في بعض الاوقات تبص تلاقي الموضوع خلص وقرار التمكين طلع، بس هو الموظف متاخر في ان هو يعلن، فهو التاخير جه من الموظف. يعني تعطيل اداري ممكن. يعني مش مفتعل، يعني مش مقصود. تمام. يعني حته التاخير دي ما بتبقاش مقصوده او من المحامي او من الموظف او من مين بالظبط، ما بتبقاش معروفه التاخير جاي منين، بس هو غالبا التمكين بيطلع من خلال شهر، يعني ممكن يخلص في خلال شهر او ممكن حوالي شهرين او ثلاثه او اربعه، يعني من شهر لاربع شهور يعني ممكن. يعني تمام. اقدر حاجه يعني. تمام. في الوقت هي بتختلف. بصي في كل القضايا عشان برده في ده سؤال، بتختلف من محافظه لمحافظه، بتختلف من عدد القضايا، يعني مثلا في محاكم بتبقى فيها ضغط من القضايا وضغط من الشغل اكتر من اماكن تانية بتبقى فيها الهدوء، يعني مثلا ممكن تلاقي في محكمه الرول بتاعها 300، ممكن تلاقي في محكمه تانية الرول بتاعها 10، فانت بتختلف من عدد القضايا اللي في المحكمه او الضغط اللي على النيابه هنا او الضغط اللي في المكان المحافظه ديت، فبتختلف من مكان لمكان، وبتختلف برضه بتبقى ساعات وممكن تبقى على فكره تاثير برضه المحامين، يعني مش هنقول لك لا. انا عايز اعرف برضه الحته دي، لان برضه يعني لو كان لو انت شاكه المحامي يرمي على ايه؟ انه عطل اداري اصل مش عارف. لا لو انت شاكه في المحامي اللي انت معاه وشاكه في ان هو العطل جاي من عنده هو، فانت بتطلبي منه حاجتين، بتطلبي منه رقم المحضر اللي انت عاملاه، وده غالبا ده بيكون معاكي. تمام. بالفعل، لان انت بتكوني محرره المحضر. بتتابعي بنفسي مثلا؟ بتتابعي بنفسي. بتتابعي بنفسك فين بقى؟ بتتابعي بنفسك في النيابه، انت بتسالي انت تابعه لاسم كذا، الاسم ده بيبقى ليه نيابه في المحكمه بنفس الاسم الاسم اللي انت عملتي فيه، يعني مثلا انت عملتي في اسم الخصوص. تمام. فبتروحي لنيابه الخصوص. تمام. فبتسالي فيها على رقم المحضر اللي انت
قدمتي في محضر بيبقى رقم اداري ورقم جنح، فانت بتسالي على الرقم الاداري يعني دايما عشان نبقى فاهمين بس الفرق، عشان ما تيجي تسالي بالرقم هيقول لك اداري ولا جنح انت مش فاهمه، لا هو رقم اداري اداري تمام في جدول الاداري، فبتسالي في النيابه النيابه جدول الاداري بتسالي بالرقم وبتشوفي وصل لايه، هيقول لك مثلا المحضر ده راح تظلمات، لان المحضر ده نزل ستيفن، المحضر هو بيقول لك بقى في النيابه فيها كل حاجه تمام، بيكون في كل حاجه في الجدول، فبتسالي وبتعرفي، فمن حقك ان انت تسالي من ورا المحامي وتعرفي وتشوفي الدنيا وصلت لغايه فين، وممكن انت برضه تتابعي بنفسك على فكره، ممكن المحامي الناس تنزل بشخصها، في ناس انا في ناس جات لي بتجيلي في اخر خطوه، يعني مثلا تقول لي انا رحت وعملت محضر ورحت النيابه وسالت ورحت عملت تظلم وخلصت كل حاجه بس ناقص التنفيذ، هي سهله مش صعبه يعني، انت ممكن تمشي في الخطوات بنفسك وبسهوله جدا، ولو انت مش عارفه حاجه انت ممكن بتسالي الموظف، يعني انت مثلا رحت عملتي المحضر وروح النيابه اخذ رقم، فانت بتروحي بعد كده بتسالي في النيابه الخطوه اللي بعدها اعمل ايه، هيقول لك اعملي تظلم، طب الخطوه اللي بعدها اعملي ايه، هيقول لك اعملي كذا، فانت هناك بتسالي بيدلوكي يعني، ما دي يعني حاجه يعني شفافيه منك ان انت تقولي الحته ديت، مش لازم لان يعني في ناس في اقول لك على حاجه، في حاجة ناس كويسه جدا منك كمحاميه انك انت تقولي كده، ممكن بس في في ناس كتير دايما الموقف ده بيحصل دايما مع الناس اللي هم بساط قوي، ممكن ما يبقاش معاها حق المحامي اللي هتروح له، ايوه فلازم تبقى عارفه هي هتعمل ايه، لازم نقول لها ونوعيها ونفهمها انت تعملي ايه او ايه حقك اللي هتروحي، مش عشان خاطر انت معكيش فلوس او عشان انت معكيش دخل في خلاص حقك ضيع، لا انت اجري ورا مصلحتك واجري ورا حاجتك واجري ورسعي، ما تستنيش ان انت يكون معاكي محامي، ما تستنيش ان انت يكون معاكي حد، لا انت روحي واسالي واسعي ان انت تجيبي حقك. طيب هل من حق الزوج ان هو يستبدل مسكن الزوجيه الخاص بالحضانه يعني والولاد موجودين، هل ممكن هو يستحق، هل ممكن هو يستبدل مسكن الحضانه، الحضانه بتاعت الاولاد الزوجيه سوري مش الزوجيه بقى، هو خلاص في انفصال صح، لو مثلا هو عايز مثلا قاعد مثلا في فيلا عايز يقول له هو ده اللي عندي اجيب لك شقه في اي مكان تاني، هل من حقه انه يعمل كده؟ بص هقول لك على حاجه، هو من حقه يستبدل، مثلا احنا هنقول مثلا واحد عايش في بيت اهله او مش عاوز يخرج من جنب اهله او مش عاوز يبعد عن اهله وعاوز يجيب لها مكان تاني تقعد فيه، من حقه ان هو يعمل كده بس بشروط. ايه هي الشروط؟ ايه هي الشروط؟ من حقه ان هو يجيب لها سكن بديل، اولا يكون من ضمن الشروط ان يكون ده في وقت العده، وقت العده يعني حصل الانفصال حصل الطلاق في شهور عده 3 شهور، فخلال شهور الثلاث شهور بتوع العده يكون هو بيجهز لها مسكن بديل، المسكن البديل ده ليه شروط ايضا، يكون بنفس المستوى يعني ما يكونش هو عايش في فيلا ويجيب لها مسكن بديل في منطقه عشوائيه، لا تمام. يجيب لها مسكن بديل يكون مناسب لنفس المسكن اللي هم كانوا عايشين فيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو لو هيجيب لها مسكن مثلا ايجار يكون دافع القيمه الايجاريه لغايه انتهاء سن الحضانه، بمعنى ان باقي على سن الحضانه 5 سنين مثلاً. فهو يكون دافع لها القيمه الايجاريه بتاعت ال5 سنين دي، مش يجيب لها مسكن ويقول لها هو ده اللي عندك وتدفعي انت بقى الايجار، لا انا عايزه افهم الحته دي لان ناس كتير سالوني فيها، لا هي من حقها ان هي تتمكن مسكن زوجي، طب بس انت مش عاوزها تتمكن مسكن زوجي، انا عاوزه اجيب لها مسكن بديل، خلاص انت تجيب لها مسكن بديل بس هتكون دافع لها القيمه الايجاريه وتكون مهيئ لها المكان زي بنفس المستوى اللي هي كانت عايشه فيه، عشان ما يروحش ينقلها في مكان تاني اقل ويورطها كمان. تمام. طب انت هتعمل ده ازاي؟ هيعمل ده عن طريق خطوات، هو بيعمل لها انذار بان هو هيعمل لها انذار في مسكن بديل، وبعد ما بيعمل لها الانذار بيكون بيرفع دعوه، بيكون بيروح خبير بيشوف المكان ده اذا كان فعلا مثير للمكان القديم او لا، ويكون في شروط احنا قلنا ان هو يعني في متابعه طبعا كويس طبعا ونحقق في الاخر، ممكن الدعوه ترفض او لا، يعني ممكن لو انت اتمكنتي بالفعل وانتهت فتره العده وخلاص اتمكنتي مسكن زوجيه خلاص، فانت ثبتتي نفسك ان انت قاعده في مسكن زوجيه، مش من حقك ان هو يخرجك تمام، ففي لا من حقك ان انت تقعدي في مسكن زوجيه، من حقك ان انت ترفضي وبتدي اسبابك برضو في الرفض، وان انت ملتزمه بالمكان دوت وان انت عاوزه المكان ده مش عاوزه تخرج منه، وعادي ويعني قرارك هم يحترموه ويحفزوه. ايوه هي بتبقى دعوه بتبقى دعوه من حقك انت بتقولي اسبابك ومن حقه هو يقول اسبابه تمام تمام. بيبقى ليها شروط بيبقى ليها شروط، الشروط بتاعتها ان يكون ما يكونش جابه مثلا بعد انتهاء فتره العده، يعني ما يجيش بعد انتهاء فتره العده يجي بقى يخرجها بمزاجه ويجي بقى وقت ما هو يحب، لا هي لها ضوابط معينه، يعني مش وقت ما هو يحب يقوم عامل القصه دي، لا
ليها ضوابط معينه في وقت معين، اللي هو مثلا حصل الانفصال دلوقتي الطلاق، احنا معانا 3 شهور فرصه ان انت تجهز مسكن بديل وتعرض عليها الامر بانذار، تمام؟ خلاص تم اللي هو وافقت ان هي تروح للمسكن البديل، فانت من حقك ساعتها تسترد منزل الزوجيه. وهي ممكن في ايدها ما توافقش. في ايدها ما توافقش برضه باسبابها، يعني لو بأسباب. هي باسباب، لو ان هو مثلا المسكن غير لائق، لو المسكن مش على نفس المستوى، على حسب برضه. ولو هي مش عايز تطلع اصلا من مكانها، هل هو يعني هي ممكن هو يعمل يعني بالعافيه يطلعها مثلا؟ لا لا مش بالعافيه، لا مش بالعافيه، هي بقول لك هي دعوه، هو بيكون قدم الدعوه ان هو بيجيب لها مسكن بديل، تمام؟ وفي شروط، هي من حقها بقى بتعترض على هذا ده على حسب هي شايفه ايه من وجهه نظرها، بيتكتب في العريضه برضه في الرد. تمام. احنا بصراحه بجد يعني موضوع كان مهم جدا، واستفدنا فعلا منه قوي قوي يا استاذه هند، وان شاء الله في حلقات قادمه لو كده هنشوف ايه الحاجات اللي المشاهدين عايزينها، وان شاء الله تكوني معانا في حلقات كتير باذن الله. وانا سعيده جدا جدا بمعرفتك، وطبعا اظن دلوقتي في حاجات كتير قوي وضحت للساده المشاهدين واللي كانوا بيكلموني على الصفحه، بخصوص بقى التمكين، بخصوص استبدال المسكن الزوجيه، الاسئله اللي انا طرحتها على الاستاذه هند. ان شاء الله تابعونا وتابعوا ارقام مكتب استاذه هند على الشاشه، وشكرا ليكم وفرصه سعيده. شكرا سعيدة.